بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل مع بعض كورس الـ Practical Training 2. هناخد فيه تجارب الماشين، ودي بالنسبة لنا هي كأنها المحاضرة الأولى. في التجارب بتاعتنا بنشتغل على 3 مواتير رئيسية. الموتور الأولاني هو 3 Phase Induction Motor، الموتور التاني Bifilar Motor، والكاباستور موتور. اللي اخترع طبعا الاندكشن موتورز هو نيكولا تسلا، وده من العلماء المهمين جدا في الكهرباء عندنا. اتمنى تقروا عنه شوية. هنشتغل في 4 محاضرات. المحاضرة الاولى والتانية هنتكلم فيهم عن 3 فيز اندكشن موتور، المحاضرة التالتة عن البايفيلر، والرابعة عن كاباستور موتور. قبل ما نفسر في الماشينز دي نبدأ نشتغل فيها، الأول لازم نعرف أنواع المجالات الموجودة في الماشينز. المحرك الرئيسي للموتورز والجنريتورز هو المجالات، فلازم نعرف أنواع المجالات اللي عندنا في الاي سي والدي سي وشكل المجال عامل ازاي. فعندنا 3 أنواع رئيسية من المجالات. أول مجال اللي هو الستيشنري فيلد، ده لما يكون عندي ملف واحد بس متغذي دي سي كارنت، يعني كويل واحد والسبلاي بتاعه دي سي كارنت. النوع الثاني هو البلسيتنج فيلد، هو الملف في المرة دي بيتغذى بأي سي كارنت، نوع المجال بيبقى بلسيتنج فيلد. النوع الثالث اللي هو الروتيتنج فيلد، اللي هو 3 فيز وايندنج و3 فيز كارنت، المجال في اللحظة دي بيبقى مجال بيلف. تعال نشوف كده شكل المجالات دي اتولدت بالشكل ده ازاي باختصار كده وسريعا. اول حاجة بالنسبة للستيشنري فيلد او الكونستانت فيلد او الفيكسد فيلد، ده موجود في الدي سي. لما يكون التيار عندي دي سي فاتجاه التيار بيبقى عندي ثابت، بيولد حوالين الكوندكتور مجال اتجاهه ثابت، فبالتالي لو عندي كويل هيبقى برضو اتجاه المجال اللي فيه ثابت، يعني المجال عندي بيبقى قيمته ثابتة. عشان كده بنسميه ستيشنري فيلد طالما التيار ثابت، لان الفلكس بيتناسب مع التيار. النوع الثاني اللي هو البلسيتنج فيلد، هنا بقى التيار عندي بيبقى اي سي، فمعنى كده ان التيار متردد، يعني قيمة التيار بتتغير وكمان اتجاهه بتتغير. في الحالة دي المجال الشكل بتاعه بيتغير، مرة نورث ومرة يبقى ساوس، يعني كأنه عامل زي البلس كده، بيبقى بلسيتنج فيلد، وده مجال مش فعال ما اقدرش استفيد منه لان اتجاه المجال فيه مش في اتجاه ثابت. النوع الثالث اللي هو الروتيتنج فيلد، والروتيتنج فيلد هنا بيبقى فيه عندي 3 فيز وايندنج شيفتد عن بعض 120 درجة ميكانيكال، بغذيهم ب 3 فيز سبلاي التيار بتاعه شيفتد عن بعض 120 درجة الكتريكال. بالتالي 3 فيزات دول لما يمشي فيهم السيكونس بتاع التيار ده، في الحالة دي بلاقي شكل المجال قيمته بتتغير، قيمته اسف ثابتة ولكن اتجاهه بيتغير، بيلف حوالين الموتور. عشان كده بنسميه روتيتنج ماجنتيك فيلد، ار ام اف، روتيتنج ماجنتيك فيلد، يعني مجال بيدور كما لو كان بيرمنت ماجنت بس بيلف بالسينكرونس سبيد. سرعه المجال هي السينكرونس سبيد زي ما هنشوف بالتفصيل لما نتكلم على 3 فيز اندكشن موتور. فبشكل عام الاندكشن ماشين او الاي سي ماشين، انا بتكلم عن الكويل بتاعي والواير بتاعي على حسب التيار اللي ماشي فيه اقدر اشوف ازاي هحوله روتيتنج فيلد. فبالنسبة لنا في المجال الاي سي العادي، المجال الاي سي العادي ده اتجاهه لو في الدي سي اتجاهه ثابت، فبالتالي شكل المجال اتجاهه ثابت، ولكن في الاي سي اتجاه متغير والقيمة متغيرة، فبالحالة دي قيمة الفلكس كمان متغيرة واتجاهها كمان متغير. فبالتالي لو انا بتكلم على لفة، فاللفة دي هتبقى بنفس الكيفية دي. لو عندي تيرن هيبقى التيرن دي برضو بنفس الكيفية، اتجاه المجال برضو لسه متردد او alternating flux، يعني pulsating flux. في الحالة دي ليه بنسميه كده؟ عشان الflux بيتناسب مع التيار، فبالتالي التيار متغير فالflux هيبقى متغير. يعني لو جينا بصينا على الماشين وماشين عندي حطينا فيها لفة واحدة بس، كويل واحد بس، ايا كان عدد التيرنز اللي فيه، المهم عندي ملف واحد بس غذيته بإي سي سبلاي، عشان السبلاي عندي متردد، ففي الحالة دي النورث والساوث اهم عمالين يتغيروا، مرة يبقى ساوث مرة يبقى نورث حسب اتجاه التيار، لان الفلكس بيتناسب مع التيار زي ما احنا لسه قايلين. ففي الحالة دي ما اقدرش استفيد منه. امتى هستفيد منه؟ على سبيل المثال لو خلينا ان في عندي 3 وايندنج، 3 فيز وايندنج شيفتد عن بعض طبعا 120 درجة، لازم يكون في شيفت ما بينهم وبعض 120 درجة. لو غذيتهم بإي سي 3 فيز كارنت، الاي سي 3 فيز كارنت ده ليه سيكونس معين، يعني اذا ريد يلو بلو
الحالة دي ال R Y B ليهم سيكونس معين، فبالتالي لو افترضنا نبص على الماكسيمم، ماكسيمم فاليو في الريد يحصل بعدها ب 120 في اليورو وبعدها ب 120 في البلو. معنى كده ان اتجاه المجال بيتغير مكانه من مكان لمكان على حسب التايم اللي عندي، يعني المجال عندي بيلف زي ما هنشوف كده في اثبات كده باختصار كده اللي احنا خدناه وهنقوله كده بسرعة في الاندكشن موتورز. طيب في الاندكشن يعني ايه؟ يعني حصل في انديوزد كارنت في الروتور بسبب الروتيتنج فلكس اللي موجود في الستيتور. طبعا احنا عارفين من نظرية فاراداي الاندكشن او الانديوز دي ام اف تتولد امتى؟ لو عندي مجال متغير بيقطع كوندكتور، طب ما ده موجود دلوقتي فبالتالي الكوندكتور ده هيتولد فيه اي ام اف، معنى كده ان التيار هيتولد عشان الدايرة دي في الاغلب بتبقى مقفولة في تيار. طالما كوندكتورز موجود وسط تيار متغير هيحصل فورس طبقا للريتس فورس كده، الفورس دي هي اللي تخلي الروتر يدور. ده الفكرة العامة بتاعت كل الموتورز الاندكشنز بشكل عام، لازم يكون في عندي مجال بيلف يقطع الروتور يبدأ يتولد فيه تيار ويحصل فورس على الكوندكتورز اللي ماشي فيه التيار ده، فبالتالي الموتور يبدأ يدور. كل انواع الموتورز اللي هناخدها كلها بتلف حوالين الطريقة دي، سواء 3 فيز او سنجل فيز اندكشن موتورز. طبعا احنا متواصلين مع بعض بكذا طريقة، كل الحاجات بتاعتنا الدوكيمنت ده هنرفعها على الاي ليرنينج زي ما اتفقنا، والفيديوهات بتاعة المعامل اترفعت لكم سواء على يوتيوب او على وان درايف كاملة لحد ما نشوف هنرجع امتى ان شاء الله. وفي جروب واتساب انتوا عاملينه عليه مجموعة كبيرة من الناس، لو حد ليه حاجة ممكن اتواصل معانا عليه، زائد طبعا المايكروسوفت تيمز اللي هنشتغل عليه اسبوعين ان شاء الله. اول محاضرة معانا هنبدأ فيها هي ال 3 phase induction motor. نبدأ نتكلم على 3 phase induction motors، وطبعا زي ما يمكن انتوا عارفين ان 3 phase induction motors ده هو الموتور رقم واحد في العالم كله بيشتغل معانا. وطبعا لسه قايلين برضو ان نيكولا تسلا هو اللي اخترع الاندكشن موتور 3 فيز اندكشن موتور ده. وطبعا سبب انتشار الموتور ده ان هو ليه مميزات هنقولها دلوقتي، يعني لو عايزين نعرف بس انتشاره يعني رقميا كده مثلا نقدر نقول 50% من الاستهلاك العالمي للكهرباء هي اندكشن موتورز، هي بتستهلك تقريبا 50% من الانتاج العالمي للكهرباء. نفس الكلام لو بصينا على الموتورز اللي بتستخدم في الصناعة هلاقي 90% منهم اندكشن موتورز. طبعا ده ليه أسباب كتيرة جدا، أهمها طبعا إن هو تصميمه بسيط وكمان قوي جدا وتكلفته قليلة والمينتنس اللي فيه قليلة، وكمان بيصنع في وايد رينج، يعني أنا على حسب الرينج اللي أنا عايزه حسب الموتور سايز اللي أنا عايزه أروح ألاقيه موجود، سواء فريكشن هورس باور نص أو ربع أو تلت حصان لحد ما أوصل لعشرة ميجا وات، فالرينج كبير جدا أقدر ألاقي الموتور اللي أنا عايزه. طبعا كمان لما أجي أحمله التحميل ما بيأثرش كتير قوي على السرعة، فده ميزة برضو موجودة معايا وأقدر أعمل عليه سبيد كنترول أيا كانت الطريقة صعبة أو سهلة، لكن أقدر أعمل عليه سبيد كنترول. الكونستراكشن بتاع الموتور برضو سريعا زي اي موتور، بيتكون من ستيتور ويتكون من روتور. بالنسبه لنا في 3 فيز اندكشن موتور زي السينكرونس كده، الستيتور بيبقى عباره عن كور من الحديد، لامينيشن عباره عن شرايح من الحديد، الشرايح دي بيبقى فيها السلوتس، السلوتس دي بنحط فيها ال 3 فيز وايندنج اللي هيعملوا له الروتيتنج ماجنتيك فيلد. طبعا لازم يكون الوايندنج دي شيفتد عن بعد 120 درجه عشان يكون الروتيتنج ماجنتيك فيلد اللي احنا بنتكلم عليه ان هو اللي هيدور الموتور. الكونستراكشن اهو مكتوب، هتلاقوا في البي دي اف اللي موجود على الاي ليرنينج، اسف الباوربوينت، هتلاقوا فيه الكلام اللي انا بقوله ده موجود معاكم. بالنسبه للروتور، الروتور فيه شكلين رئيسيين من الكونستراكشن، يا اما سكوال كيج تايب وده مستخدم في الماشينز الصغيره والماشين اللي هي مش مطلوب فيها ستارتنج تورك عالي جدا في البدايه، اقدر استخدم مواتير سكوال كيج تايب وده طبعا ارخص واقوى والصيانه بتاعته اقل وتكلفته طبعا اقل. والنوع الثاني وده بحتاجه في ماشين بشكل عام كبيره، احتاج اتحكم في الستارتنج تورك، اعلي الستارتنج تورك
في بعض الابليكيشن بتبقى محتاجة التورك العالي ده. طبعا زي ما ليه ميزة ليه عيب، ان هو طبعا محتاج صيانة، تكلفته اعلى من السكوير كيج تايب. بختار ازاي؟ على حسب طبعا النوع اللي عندي زي ما قلت لك، حسب الابليكيشن. في ابليكيشن بتتطلب ان انا اشتغل سليب رينج تايب، وابليكيشن ممكن تخليني لا ممكن اتكمل اتعامل معاه سكول كيج تايب. الفرق ما بينهم طبعا في التكلفة وفي القوة وفي الصيانة. طبعا هو سكول كيج تايب احسن، ولكن في ميزة كبيرة جدا موجودة في السليب رينج تايب، ان انا اقدر اتحكم في الستارتنج تورك، لان احنا المقاومة اللي موجودة في الروتور دي اقدر اتحكم فيها عن طريق ان انا ازود مقاومة خارجية تضاف على الوايندنج الموجودة في الروتور. طبعا بيبقى ملفوف لف عادي برضو 3 فيز، وكل فيزة بتخرج على سليب رينج. السليب رينج دي اقدر اوصل عليها المقاومة قبل ما اقفل الوايندنج دي على بعض، وتبقى شورت سيركت. ممكن اعمل شورت سيركت غير مقاومة، لكن ده مقفول كده، مقدرش ازود عليه اي مقاومة. المقاومة دي فايدتها ايه بتاعت الروتور؟ ان انا اتحكم في الستارتنج. ده الكونستراكشن الكلي بتاعه. طيب تعالى نبص بقى على الروتيتنج ميجنتيك فيلد، ودي اول خطوه عشان نعرف الاوبريشن بتاع الموتور ده بيشتغل ازاي. لازم اعرف فعلا المجال اللي هيتولد فيه الثري فيز موتور ده هو روتيتنج فيلد ولا لا. ففي اثبات كده اعتقد خدناه يمكن في الماشين، سواء الترم الاول او الترم الثاني، مش طالب منكم الاثبات بتاعه، ولكن عايزك تتخيل بس ايه اللي بيحصل في الكام سلايد اللي جايين دول. ان انا عندي 3 فيز، 3 فيز دول بيمشي فيهم تيار برضو 3 فيز. الفيزات هنا متشافكين بعض 120، والتيارات برضو هيكونوا متشافكين عن بعض 120. المجال هيلف بسرعة ان اس 120 اف على بي، وده كده برضو جدول كده بيعرفني كده ايه علاقة السرعة مع الفريكوانسي مع البول. يعني الفريكوانسي والبول في المعادلة بيتحكموا في السرعة. طبعا الجدول مش حفظ خالص. بالنسبة لي ازاي اتأكد ان هو روتيتنج، او عايزين نتخيل ازاي هو روتيتنج، زي ما بيقول كده لو احنا درسنا كده 3 حالات او على الاقل حالتين. مثلا عندي زاوية زيرو، افترضنا ان انا التيار عندي ريد ويولو بلو بالشكل ده، ساينسويدال واي فورمز بالشكل ده، وعندي شكل الكونستراكشن بتاع الستيتور بالشكل ده 3 فيز وايندنج. لو احنا درسنا 3 بوزيشن، بوزيشن زاوية زيرو، بوزيشن مثلا زاوية 90، وشفنا قيمة التيار اللي ماشي، هنلاقي ان الفلكس اللي هو بيتناسب مع التيار اللي هو مجموع الفلكس بتاع الفيزا A زائد الفيزا R زائد الفلكس بتاع الفيزا يورو زائد الفلكس بتاع الفيزا بلو، هلاقي قيمته ثابتة، ولكن المكان بتاعه بيتغير. بدل ما كان كده بقى كده، يعني المجال قيمته مكانها اتغير. يعني كده ان هو عبارة عن روتيتنج ماجنتيك فيلد. ده اثبات اناليتيكالي. طب الاثبات ده اثبات اناليتيكالي للجزء اللي فات ده، طبعا مش مطلوب منك برضو، مش عايزه منك، ولكن موجود كده في الباوربوينت بس بشكل عام عشان يبقى الموضوع متكامل في ايدك. ولكن انا مش طالب منك ولا اثبات اناليتيكال ولا بس ولا اثبات جرافيكال. وده بيوضح لنا ان احنا لو غيرنا التيار، وكمان المجال بيلف اهو بيتغير على حسب الزاويه اللي انا بدرس عندها، لو انت حابب تدرس الموضوع ده. طيب ده بالنسبه للروتيتنج ماجنتيك فيلد. طيب الاوبريشن بقى اللي هي بتعتمد على الروتيتنج ماجنتيك فيلد اللي اتولد ده، تعال نشوف الفكره وهقولها تاني، سائلها من شويه بس هقولها تاني برضو. ان عندي روتيتنج فيلد بيلف في الستيتور. الروتيتنج فيلد اللي بيلف في الستيتور ده لو وجد وايندنج موجوده في الروتور، في كوندكتورز موجوده في الروتور، المجال اللي بيلف ده هيقطع الوايندنج دي او الكوندكتور ده، هيتولد فيها تيار بالانديوز كارنت. انديوز كارنت ده في البوزيشن اللي انا فيه ده، معنى كده ان في كوندكتور، في تيار، وفي مجال متغير حواليه. هنا هيحصل فورس بنسميها لورنتس فورس. طبعا لورنتس فورس دي هي اللي هتخلي الموتور ده يبدا يدور. نفس الكلام لو احنا طبقناها بقى على سكوير كيج موتور مثلا، المجال اللي بيلف حوالين الرودز دي هيقطع الرود. كل رود منهم هيتولد عليه اي ام اف، طبعا بقيم مختلفه، ولكن كل واحد عليه اي ام اف. الاي ام اف دي هتمشي تيار، التيار ده هيسبب فورس على الكوندكتور بتاعه، لانه في مجال وفي كوندكتور في تيار، فبالتالي هيحصل فورس. الفورس دي هي اللي تخلي الموتور ايه، هتخلي الموتور يدور. طبعا اتجاه المجال لو اتعكس
اتجاه السرعة كمان والحركة كمان هتتعكس لأنه فولو الكلام ده. فأنا لو حطيت الرودز دي في لامينيتد اير نكور موجود عندي عشان أقلل التأثير بتاع الهستريسيز لوسز والإيدي كارنت لوسز اللي موجودين عندي، يبقى كده مستفيد من كل المجال اللي هيقطع ده، مفيش لوسز على المجال، يبقى في الحالة دي هقلل اللوسز اللي عندي لما استخدم لامينيتد ايرون كور، هقلل اللوسز. طيب الموتور هيدور بسرعة قد ايه؟ سرعة الدوران الموتور قد ايه؟ سرعة دوران الموتور بيعتمد ان احنا هندرس كده ايه كذا حالة. اول حالة عندي لو احنا افترضنا ان الموتور هيدور بنفس سرعة السينكرونس سبيد، معنى كده ان الروتور ده بيدور بنفس سرعة المجال، فبالتالي دي مفيش معدل تغير للمجال، مش بيقطع بقى، لا المجال ثابت دايما قدام الكوندكتور، فبالتالي مفيش تيار، فبالتالي مفيش فورس على الكوندكتور ده وكل الكوندكتورز الباقيين، فبالتالي اللي يحصل التورك هيقل، يعني الموتور هيبدأ يقل شوية سرعته، يبدأ يتأخر شوية، لما يتأخر شوية تبدأ تظهر تاني ريت اوف كاتنج، يظهر فورس مرة تانية، تبدأ تقوي التورك، يبدأ السرعة تزيد مرة تانية. يعني معنى كده ضروري ان الموتور ممكن يمشي على اي سرعة اقل من السينكرونس سبيد، ما ينفعش يمشي على السينكرونس سبيد لانه لو وصل للسينكرونس سبيد التورك هيرجع يقل تاني. الفرق ما بينهم هو اللي بنسميه السليب، فرق السرعة ده عن السرعة ده هو السليب. طبعا دوران الموتور ده هو اللي انا عايزه في الموتور بالنسبة لي عشان ابدأ اقوم بيه الميكانيكال لود اللي انا عايزه. ده الفكرة برنسبل اوف اوبريشن اللي هتكلم بيها، موجود على هيئة بوينتس كده ممكن نقراها، نفس الكلام اللي أنا قلته دلوقتي هو اللي هتلاقيه مكتوب لو حد حابب زي يذاكر، يعني يبقى بيسمع وفي نفس الوقت عنده حاجة مكتوبة يقدر يذاكر منها. كل الكلام ده اللي أنا قلته مع الفيديو. طيب تاني جزء في المحاضرة غير الانترودكشن، طبعا المقدمة دي الحاجات دي انتوا المفروض بتاخدوها في الماشين، فاحنا ماشيين عليها بشكل سريع عشان كده أتمنى ان تكونوا فهمتوها. بالنسبة للإيكوفالنت سيركت، الإيكوفالنت سيركت دي هتلاقي أول بي دي إف عندك مرفوع على الإي ليرنينج هو الموتور بارامتر، ده بيتكلم عن الإيكوفالنت سيركت وإزاي إيه هي الإيكوفالنت سيركت وإزاي بحسب الإيكوفالنت سيركت. إيه هي الإيكوفالنت سيركت؟ طبعا الحاجات دي بناخدها بالتفصيل في الماشين، فأنا مش حابب أتكلم عليها كتير لأن أنت بتاخدها بالتفصيل في الماشين مع الدكتور محمد العدل. فبالنسبه للايكوفالنت سيركت باختصار هي شبه الترانسفورمر، لان في الاخر الانتر اكشن ما بين الستيتر والروتور هو الانديوس دي ام اف او الاندكشن. اندكشن يعني زي الترانسفورمر بالظبط، حس اللي موجود عندي هو اللي هيولد الاي ام اف اللي هتولد التيار اللي هتدور الموتور، فهي شبه الترانسفورمر بالظبط. فكل تفاصيل الانديوس دي ام اف دي والخطوات بتاعتها كل ده مش عليك، مش عايزها منك، انت كده كده بتاخدها في الماشين وتدرسها بالتفصيل، فانا مش طالبها منك هنا، عايزك تعرفه بس الشكل النهائي للايكوفالنت سيركت، فهي بالشكل اللي قدامنا ده، واللي بيعبر لي عن الميكانيكال لود هو السليب بالنسبه لنا في الشكل النهائي. طيب احنا عارفين ان في وايندنج في الستيتور وفي وايندنج في الروتور، فعشان نعرف الوايندنج في الروتور ليها ريزيستنس طبعا ار 2، ار 1 اكس 1 تمثل ار واكس بتاعت الروتور وايندنج الستيتور وايندنج، وار 2 واكس 2 تمثل الامبيدنس بتاعت الروتور وايندنج. فدايما بتلاقي بعض الكتب بتقسم لك الريزيستنس ار 2 على اس دي، تخليها ار 2 عشان كده بقى كده فصلت الاكشوال ريزيستنس بتاعت الروتور، والجزء اللي فاضل هو ار 2 على اس في 1 ناقص اس، هي اللي تمثل لي بقى الميكانيكال لود اللي عندي، المقاومة اللي تمثل لي الميكانيكال لود اللي عندي. طبعا لو جمعت الاثنين دول على بعض لازم يكونوا هما ار 2 على اس. ده الشكل النهائي للايكوفالنت سيركت. في ابروكسيميشن للايكوفالنت سيركت دي ان انا عندي الفولتج دروب اللي على ار 1 واكس 1، انا دايما بصمم ده ان المقاومه صغيره واكس صغيره، فبالتالي الفولتج دروب اللي هنا صغير كما لو كان الفولت بتاع السبلاي ده هو نفسه الفولت اللي هنا، فبالتالي اقدر انقل الكور ده اللي يمثل لي الكور مقاومه والرياكتنس اللي تمثل الكور انقلهم في البدايه هنا مفيش مشكله، وهيبقى في ابروكسيميشن كويس في الجزء ده بالذات لو الماشين كانت كبيره، الابروكسيميشن ده بيبقى قيمته مظبوطه جدا اقدر اتعامل معاه بسهوله. لو مشينا مع الاناليسيس كده هوصل للتورك سبيد كاركترستيك. المهم مني تعرف ان شكل التورك سبيد كاركترستيك بتاعت الاندكشن موتور هي بالشكل ده، تغير طبعا التورك مع السبيد شكله عامل ازاي، والجزء الاخير ده اللي هو قريب على السينكرونس سبيد هو الجزء الستيبل اللي يقدر يستقر عنده
اللود، وطبعا السليب رينج اللي عند اللود ممكن يوصل من 2 بكتير أوي 6% من السينكرونس سبيد، يعني سرعة الموتور تقترب تقريبا من السينكرونس سبيد. السليب صغير جدا في اللودينج. ده بالنسبة للإيكوفلنت سيركت. طيب التست بتاعها ازاي احسب البارامتر دي اللي ار واحد واكس واحد وار اتنين واكس اتنين وار سي واكس ام؟ طبعا بالنسبة لنا هنا احنا بنتكلم على تيست، يعني نعرف ازاي بقى نحسبهم. انا عارف ان انتوا بتاخدوا جزء شبهها في الماشين، ولكن احنا بندرسها من حيث العملي. طبعا الجزء ده هتلاقيه مشروح في البي دي اف اللي اسمه موتور بارامتر، هتلاقيه موجود على الاي ليرنينج، والتجربة بتاعته هلاقيها موجودة في البي دي اف المكتوب عليه اكسبيرمنتس. فلو بصينا مثلا على الموتور بارامتر كده سريعا، هو مكتوب بالعربي، هو بالعربي لكن هو مختصر وموضح جدا جدا، كلهم تقريبا 4 أو 5 صفحات كده ورا بعض. هما التيست، نو لود تيست وشورت سيركت تيست، نقدر نبص عليها. لكن خلينا بقى في هنا، فازاي احسب بقى الموتور بارامتر دي؟ عندنا تلاتة تيست رئيسيين. اول واحد الدي سي تيست، وده الهدف منه احسب الريزيستنس بتاعت الستيتو ار واحد، والنو لود تيست بحسب منها طبعا الكور لوس، واقدر احسب منها ار سي واكس ام زي الترانسفورمر بالظبط. اللوك روتور تيست او البلوك روتور تيست اللي بحسب منها الكبر لوس، واحسب منها ار واحد وار اتنين واكس واحد واكس اتنين. اول دي سي تيست هنا ببساطة بوصل على الموتور دي سي صلاي، واحسب التيار اللي ماشي واشوفه قد ايه. طبعا الموتور مش هيدور لان احنا المجال هنا عندي مش هيدور، الموتور مش هيبقى روتيتنج فيه يعني. ولكن الهدف من التست ان انا عارف ان في الدي سي مفيش رياكتنسز، فبالتالي الايكوفالنت سيركت اللي موجودة عندي هي الريزيستنس بتاعت الوايندنج. فالوايندنج لو متوصلين ستار من جوه الموتور، يبقى كأن عندي 2 R في سكة الفولت والتيار الدي سي ده، طبعا الطرف التالت اوبن سيركت. يبقى في الحالة دي لو انا جبت الفولت على التيار كده جبت 2 R، فبالتالي اقدر احسب الار بتاعت كل وايندنج اللي هي ار دي سي على 2 وار دي سي هي الفي دي سي على 2. لو التوصيل كان دلتا نفس الكلام بالظبط، ولكن الكونكشن هتأثر في الايكوفلنت ريزيستنس، فبالتالي ار واحد هتبقى 3 على 2 ار دي سي. الكلام ده يمكن خدناه، فبالنسبة لكم مكرر مفيش مشكلة. النولود تيست، الهدف من النولود تيست ان انا بوصل الموتور واخليه نولود، ما بحملش عليه اي حاجه في الشافت، بسيبه فري تو روتيت، وبوصل طبعا الريتد فولتج. طبعا بقيس التيار اللي ماشي واعرف الباور اللي مسحوبه قد ايه. الشكل طبعا لما يكون نولود، واحنا لسه قايلين ان سرعه الموتور تقترب من السينكرونس سبيد، يعني تقريبا سرعه الموتور هي السينكرونس سبيد. في الحاله دي كان الريزيستنس ار 2 على اس في واحد ناقص اس، دي كبيرة جدا 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 بالنسبة لار اتنين وبالنسبة كمان لاكس اتنين، يعني كأنهم نجلكت بالنسبة لها. فيعني كان التلات مقاومات دول مع بعض بارلل، اقدر اعمل ايكوفلنت ليهم. في الاخر انا عندي الفولت وعندي التيار، يبقى هعرف الباور مسحوبة في ايه، فبالتالي اقدر اعرف الار بكام واكس بكام. هنا الموضوع متفسر كتير شوية، فنلتزم بالجزء بتاع المعادلات بتاعت النولود تيست اللي موجودة في الموتور بارامتر اللي هنا. هتلاقي معادلتين ثلاثة لكل تجربة وخلاص، مفيش حاجة تانية. يعني هنا نلتزم بالجزء الموجود في البي دي اف، ولكن مفيش مانع نطلع على شكل المعادلات ايه الأصلية شكلها عامل ازاي من غير ابروكسيميشن. نقدر نجيب ار سي ونقدر نجيب اكس ام. طيب تالت تيست معايا هو البلوك دروتور تيست. المرة دي بقى ايه، انا بوقف الموتور ان هو يتحرك، بوقفه كده بالشافت بتاعه، بوقفه بأي حاجة تانية بحيث ان هو الموتور ما يلفش، ووصل طبعا استحالة هوصل الريتد فولتج، لازم يكون الفولتج بتاعي قليل. انا لسه قايل لك ان هو لو وصلنا الفولتج ريتد والموتور واقف، معنى السليب واحد، معنى كده المقاومة ار اتنين على اس هي ار اتنين بس، معنى كده ان الريزيستنس الموجودة في الروتر هي ار اتنين واكس اتنين، ودول اصلا انا بصنعهم ان هما صغيرين، معنى كده ان التيار عالي جدا جدا جدا، ممكن يبقى اكتر او غالبا هيبقى اكتر من الريتد اللي انا مصمم عليها الاسلاك دي، فممكن الاسلاك دي تتحرق. طيب عشان ابقى ضامن ان الحاجات دي ما تتحرقش، بعمل التجربة دي دايما على variable supply،
فبقلل الفولتج وابدا ازوده واحده واحده لحد ما اخلي التيار هو الريتد. الفولت طبعا هيبقى قليل جدا بالنسبه للريتد. في الحاله دي وصلت للتيار الريتد، ابدا احسب بقى الباور وابدا احسب الفولت والتيار اللي ماشيين، ومنهم برضو في 3 4 معادلات هتلاقيهم موجود برضو في البي دي اف بتاع التجربه، هقدر احسب منها الكلام ده، اقدر احسب منها ار واحد وار اتنين واكس واحد واكس اتنين. طب ار واحد وار اتنين، عندي ار واحد اقدر اجيب ار اتنين، طب اكس واحد واكس اتنين هفصلهم عن بعض ازاي؟ اكس واحد واكس اتنين هفصلهم عن بعض عن طريق جدول ستاندر كده على حسب الديزاين بتاع الموتور ونوع الموتور. ده بيعرف لي قيمة ال اكس واحد الى اكس اتنين قد ايه، يعني هما نسبتهم لبعض كام. لو انا طبعا مش عارفهم اقدر اخدهم ان هما قد بعض، في معظم الديزاين تقريبا قد بعضهم، فاقدر اخدهم ان هما ايه قد بعض. طب ليه محتاج افصل، ليه قصدي بيبقوا الاتنين مجموعين على بعض في الاناليسيز؟ لان احنا لو بصينا على شكل الايكوفالنت سيركت في حالة البروك دروتور تيست بلاقي قيمة المقاومة دي لسه قايل لك ان هي صغيرة جدا، فالتيار اللي ماشي هنا صغير اسف عالي جدا بالنسبة للتيار اللي ماشي في ار سي اكس ان، لان دول اصلا كبار. ففي الحالة دي اقدر اعمل نجلكت للبارت ده خالص، كما لو كان عندي الباور اللي مسحوبة والتيار اللي ماشي في ار واحد وار اتنين بنسميها ار اي، واكس واحد واكس اتنين بنسميها اكس اي. فاحنا انا وبحسب بيبقى دول ايكوفلنت مع بعض، مجموعهم في الاكس ومجموعهم في الار هو اللي اقدر احسبه. بفصلهم عن بعض ازاي؟ بفصل ار واحد عن ار اتنين، انا عندي الار واحد من الدي سي تيست فاقدر اجيب الار اتنين، واكس واحد واكس اتنين بجيبها على حسب ريشيو دي، ولو مش عندي الريشيو اقدر اخدهم زي ما بقول لك قد بعض. برضو بتكلم يمكن سريعا شوية في الجزئية دي، ولكن انا اعتمادي اولا ان انتوا فاهمين الجزئية دي فعلا، زائد كمان البي دي اف اللي انا مديه لكم موضح جدا جدا وشارح باستفاضة باختصار وبالعربي اقدر استفيد منه بسرعة، وكمان معادلات قليلة مش كتير. وكمان احنا بناخده كمان في الماشين، فمش محتاجين نزود كتير قوي عليكم في الجزئية دي. ده بالنسبة للإكويفلنت سيركت، اتكلمنا عن الانترودكشن مقدمة عن الماشين، واتكلمنا عن الإكويفلنت سيركت واللي يهمنا فيها طبعا التست بتاعتها. طيب الموتور ستارتنج، ازاي اعمل ستارتنج للثري فيز اندكشن موتور؟ البي دي اف اللي هتلاقوه مرفوع على الايرنج اسمه موتور ستارتنج، ده بيتكلم عن الستارتنج بتاع اندكشن موتور، وتقريبا كلهم 5 صفحات يمكن ولا حاجه. هتلاقيهم مشروحين كويس، اقدر اتعامل معاهم، وانا هتكلم على الشرح بتاعهم دلوقتي، لكن مش هتلاقي في الباوربوينت كلام مكتوب، فالكلام ده تسمعوا معايا انا بقول ايه، زائد البي دي اف اللي معاك اللي هو اسمه موتور ستارتنج. طيب تعال نبص على الستارتنج بتاع 3 فيز اندكشن موتور. طبعا الستارتنج كارنت بتاع 3 فيز اندكشن موتور عالي جدا، الموتور سيلف ستارتنج يعني الموتور يقدر يقوم لوحده، ولكن الموتور لما اجي اشغله على الريتد فولتج مره واحده وهو لسه ما بداش يدور، معنى كده كاني عامل بلوك روتور تيست على الريتد فولتج ده، لسه محذرك ان التيار عالي جدا في لحظه دي ما اقدرش اعتمد عليه، فبالتالي عايز اقلل الستارتنج كارنت العالي. الكونديشن ده موجود غصب عني، انا اول ما هدور الموتور على ريتد فولتج الموتور هيكون واقف، فبالحاله دي الاس هتبقى بواحد، معنى كده ان ار 2 على اس في 1 ناقص اس دي بزيرو، معنى كده ان الريزيستنس اللي موجوده عندي هي بس ار 2 واكس 2 وار 1 واكس 1، ودول اصلا قيم صغيره، فالتيار اللي ماشي هنا هيبقى عالي جدا جدا جدا، ممكن يحرق الملفات بتاعة الوايندنج دي لو هي مش مصممة تستحمل. الستارتنج تيار ده الستارتنج كارنت ده ممكن يوصل ل 6 أو 8 أضعاف الريتد كارنت، فأنا مش مصمم طبعا الماشين إن هي تتحمل ده أول تايم في دايما، لأ يبقوا ماشين ممكن يتحملهم في لحظات لحد ما الموت يقوم، ولكن التيار ده قيمته عالية جدا. طب إيه مشاكل الستارتنج كارنت العالي؟ مشاكل الستارتنج كارنت العالي إن هو لو فضل فترة كبيرة أولا هيحرق الملفات، بس ده ما يهمناش كتير قوي لأن الستارتنج بيريود لو صغيرة مش هيتأثر قوي، ولكن المشاكل الرئيسية في أول حاجة إن هو هيعمل فولتج دروب عالي، تيار عالي هيعمل فولتج دروب عالي على الماشين، بالتالي التورك بتاعها هيبقى أقل، وكمان على كل البريل لودز اللي متوصلين مع الموتور هلاقي فيه فولتج دروب
عالي جدا موجود عندي في الفترة دي. طيب عايز اقلل الستارتنج كارنت ده، تعال نبص على معادلة الستارتنج كارنت. الستارتنج كارنت تقريبا بيساوي الفولت على جذر الريزيستنس سكوير ار 1 زائد ار 2 سكوير زائد اكس 1 زائد اكس 2 سكوير. طبعا ده بالابروكسيميشن، احنا بنلغي الجزء اللي في النص تقريبا، التيار اللي ماشي فيه في الستارتنج هنعتبره بزيرو لانه مقاومته عاليه وتياره عالي والفولتج مقاومته عاليه اسف، فبالتالي تياره قليل وكمان الفولت بيبقى فيه دروب عالي، فبالتالي كمان القيمه دي هتبقى اقل اكتر، يعني اقدر اعمل نيجليكشن لده. طب تعالى نبص على المعادله المبسطه دي، هي فانكشن في ايه تيار الستارت؟ فانكشن في الفولت بتاع السبلاي، فانكشن في الريزيستنس ار 1، في الريزيستنس ار 2، وفي الرياكتنس. طيب ايه اللي اقدر اتحكم فيه؟ اقدر اتحكم في الريزيستنس بتاعت الستيتور، ان انا ممكن ازيد اود عليها مقاومه، اقدر ازود مقاومه في الروتر، اقدر اقلل او ازود في السبلاي فولتج. دول الثلاث حاجات اللي اقدر اعملهم في المعادله دي. فطلعنا حوالي خمس طرق للستارتنج بتاع الاندكشن موتور كلهم ديبند على المعادله الرئيسيه دي. اول طريقه ان انا هزود على الستيتور قبل ما اخش الموتور، هزود مقاومات، طبعا ثلاث مقاومات، ممكن ازودهم مره واحده، ممكن ازودهم على اتنين ستيب. طبعا كل ما بزود المقاومه معنى كده التيار اللي ماشي في البدايه بيبقى قليل، فبالتالي لو هنا بصينا التورك على التيار، طبعا التيار لو انا موصل مباشر من غير مقاومات هلاقي التيار عالي جدا في البدايه يبدا يقل لحد ما اوصل للريتش سبيد. طيب لو انا زودت المقاومات وليكن مثلا عندي 2 ستيب ريزيستنس زي اللي موجود عندك دي، ففي الاول هزود مقاومه كبيره هيبدا التيار يبدا يقل، بعد كده هشيل نصها يبدا التيار يبدا يعلى تاني بس شويه صغيرين طبعا اقل من العادي، بعد كده يبدا يقل كل ما الموتور يزيد سرعته لحد ما افصلها مره واحده. معنى كده ان التيار ما زادش قوي عن الستارت، قللت التيار على خطوتين. ده الريزيستنس فيها ليها عيوب الطريقه دي، ان انا لما بقلل التيار فبالتالي الفولت اللي واصل للموتور ده هيبدأ يقل، هيبدأ آسف يقل. ليه؟ لأن أنا زودت مقاومة في الطريق، فالفولتج دروب اللي هنا هيزيد، فبالتالي التورك كمان هيزيد، ودي حاجة مهمة جدا جدا ناخد بالنا منها، إن الطريقة دي مش أبليكابل مع كل الأبليكيشنز والأحمال اللي عندي، لأ ممكن حمل ما يقدرش يدور لو الطريقة دي موجودة معاه، لكن ممكن أستخدمها في السمول ماشين. طيب تاني طريقة ودي شبه اللي موجوده عندنا في المعمل اللي هي الاوتو ترانسفورمر، ان انا استخدم فاريبل سبلاي، هقلل في الفولتج المره دي، المره اللي فاتت زودنا على المقاومه ار 1، في الطريقه الثانيه بقلل في الفولتج كأنه ما كان عندي كنترول سبلاي، فاقدر اتحكم من السبلاي ده باوتو ترانسفورمر، اتحكم في الفولت اللي عندي، اخلي الفولت قليل في الاول، بعد كده ابدا ازود واحده واحده كل ما الموتور سرعته تزيد. ولو بصينا كده هلاقيها شبه تقريبا للريزيستنسز، لانها لما بقلل الفولت دايركت الفولت اللي واصل للموتور اطرافه هيقل، بالتالي التورك هيبقى قليل. فالطريقه دي برضو مش مناسبه مع كل الابلكيشن، ولكن طريقه نقدر نستخدمها في الماشين الصغير. بالنسبه للطريقه الثالثه ان انا استخدم ستار دلتا سويتش، وده اللي موجود معانا في المعمل، ان انا احول من التوصيل من ستار لدلتا. احنا عارفين طبعا لما التوصيل يبقى ستار معنى كده ان الفيز فولتج هو الفي لاين على جذر 3 220 يعني، ولما يكون دلتا يبقى الفي لاين على طول اللي هو 380. فبالتالي انا بسويتش واحد بس اقدر اعمل ستيب للفولت، مره 220 واقدر ازوده اخليه 380، يعني هقلل الفولت في البدايه، كل ده برضو بيتحكم في الفولت، بقلل الفولت في البدايه بخليه على ستار، بعد كده بقى للدلتا. طبعا التيار هيقل زي ما احنا شايفين علاقه التيار بتقل صحيح وتبدا تعلى لما اوصل دلتا، ولكن برضو في مشكله في التورك، ان التورك عندي بيبدا ايه يبدا يقل في البدايه. ده بالنسبه للستار دلتا سويتش، وده اللي بنستخدمه في المعمل. الطريقه الرابعه هنا بقى بنزود على مقاومه الروتر، والطريقه دي مش موجوده غير في النوع مين، مش في السكوير ليتج تايب، لا موجوده في السليب رينج تايب، لان هو ده اللي اقدر ازود في مقاومه الروتر ريزيستنس. فلما ازود في مقاومه الروتر ريزيستنس هنا بقى ميزه بقى التوصيل عبر الروتر ريزيستنس، ان انا اقدر اتحكم في الستارتنج كرنت، الستارتنج كرنت هيقل والستارتنج توك مش هيتاثر كتير في الطريقه دي.
طيب آخر طريقة عندي بقى، وده موجودة في المصانع دلوقتي وفي الشركات الكبيرة ومحطات المية والحاجات دي، اللي هو السوفت ستارتر. آخر طريقة هي السوفت ستارتر. السوفت ستارتر ده بتبقى فانكشن في ايه، برضو بيغير في الجهد، ولكن المرة دي هو عينه على التيار، عينه على التيار ما يزيدش عن قيم معينة، فكل شوية بيزود شوية في الفولت ويسنس التيار زاد كتير قوي ولا لا عن قيمة محددة. فبالتالي لو التيار ما زادش يبدأ يزود شوية كمان في الفولت، يزود شوية في الفولت، كما لو كان بيعمل سموثينج في زيادة الفولت، بحيث ان هو عينه دايما على التيار. فلو بصينا كده على التيار هلاقيه بيبقى التيار تقريبا ثابت طول ما هو بيزود الفولت، رغم ان الجهد عندي بيقل معايا. وده طبعا مستخدمة في الماشين الكبيرة، واه تكلفتها غالية شوية، ولكن دي أفضل طريقة ستارتنج موجودة عندي. ده بالنسبة للستارتنج. الكلام ده طبعا هتلاقيه مشروح في PDF بتاع موتور ستارتنج، هلاقيه شرحها لك من الأول كده، وإيه أسباب التيار العالي، وإزاي بعمل الطرق دي لحد ما أوصل للطريقة الأخيرة اللي هي السوفت ستارت. يعني تقريبا 6 صفحات ومعظمهم صور، يعني زي ما انتم شايفين. ده بالنسبة للموتور ستارتنج. روتيشنال ريفيرس بقى، وده هيبقى بالنسبة لنا أول ريبورت هنطلبه. روتيشنال ريفيرس ازاي أعكس حركة الثري فيز اندكشن موتور. أعكس حركة الثري فيز اندكشن موتور زي ما احنا لسه قايلين من شوية، ان الروتيشن عندي فانكشن في الروتيتنج فيل، فاتجاه المجال لو بيلف في اتجاه الروتور هيفولو الكلام ده وهيلف في نفس الاتجاه علشان الفرص اللي هتحصل. بالتالي لو الروتيتنج فيلد ده اتجاهه اتعكس، نفس الكلام اتجاه حركة الموتور هتتعكس. طيب السؤال، امتى حركة الروتيتنج فيلد هتتعكس؟ الإجابة هي إن أنا لو بدلت أي فيستين مع بعض الروتيتنج فيلد ده هيتعكس. الريبورت بقى طالبه منك ازاي بقى، أو ليه الروتيتنج فيلد هيتعكس لو أنا بدلت تيار أي فيستين مع بعض، سواء مكانهم أو التيار اللي ماشي فيهم. فده فكر لي فيها. يبقى روتيشنال ريفرس، بعمل روتيشنال ريفرس عن طريق ان انا ابدل اي فيستين مع بعض. لما ابدل اي فيستين مع بعض السيكونس بتاع التيارات هيتغير، فبالتالي الروتيتنج فيلد اتجاهه هيتغير. طالما اتجاه الروتيتنج فيلد اتغير يبقى اتجاه الروتور كمان هيتغير. ده اول ريبورت عندي. فانا لو كنا عملنا الحكايه دي كده ايه، هتلاقي اتجاه الحركه اتغير. طيب نبص كده سريعا كده على العملي. العملي طبعا موجود عندك، وانا رفعته لك زي ما قلت لك المحاضرات، آسف المعمل، الباشمهندسين اللي عاملينها. فسريعا كده هنبص عليها. أول حاجة، أول تجربة، ودي مش موجودة في المعمل، اللي هي حساب البارامترز دي، وده موجود في PDF بتاع الاكسبيرمنتس اللي أنا لسه قايل لك عليه. الاكسبيرمنتس ده هناخد منه بس أول تجربة اللي هي تجربة رقم 8، باقي التجارب مش علينا في PDF بتاع الاكسبيرمنتس، لأن باقي التجارب كده كده بناخدها في المعمل. فاول حاجه بس ايه، تشوف خطوات بتعمل ازاي بنحسب البارامترز دي، والقوانين كده كده عندك في PDF بتاع الموتور بارامتر. فدي اول تجربه عندي. طبعا كله ديبند على الايكوفالنت سيركت اللي احنا شايفينها دي، اللي بنعمل عليها بقى اوبن سيركت تيست والشورت سيركت تيست. ده ملخص للي احنا عملناه، بس بنعمله في المعمل، بنقيس الكلام ده ونقدر نحسب ار وار سي واكس ام، سواء من ناحيه التيار او ممكن من ناحيه الباور كمان، دي او دي، المعادلتين عندكم اقدر احسب منهم ببساطه. ونفس الكلام في البلوك روتور تيست والدي سي تيست، ودول تجربه رقم 8 في PDF بتاع المكتوب عليه اكسبيرمنتس بس، ودي بس اللي علينا في PDF ده، باقي تجارب مش علينا. طيب التجربه الثانيه اللي هي ستارتنج اوف ذا موتور، ودي بناخدها بقى في المعمل، اللي هي بنعمل ستارتنج عن طريق ستارلس سويتش، وده هتلاقيه رافع لك انا PDF بتاع المعمل اللي انت بتشتغل منه، هتلاقيه موجود على السايت، اللي هو الورق بتاع المعمل يعني، هتلاقيه موجود عندك. وبالنسبة للفيديو بتاعت المحاضرات هتلاقيها موجودة على اليوتيوب، وانا مدي لك لينك بتاع اتنين، يعني اتنين باشمهندسين، اي واحد منهم اللي انت شايفه بموضح لك اكتر، لكن الاتنين بيتكلموا عن نفس التجربة، اول اتنين دول. ده بالنسبة للتجربة الاولى دي اللي هي الستارتنج اوف اوف ذا موتور. بنعمل ستارتنج عن طريق ايه؟ عن طريق ستار ديلتا سويتش، ودي عملناها في المعمل خلاص، مفيش فيها مشكله، والفيديو معانا. تاني تجربه اللي هي روتيشنال ريفرس، وهلاقيها برده موجوده في اول فيديو،
هما الاتنين بيتعاملوا مع بعض. ولما بدل فيستين هتلاقي اتجاه الحركة اتغيرت. ده بالنسبة للتجارب بتاعتنا. كده خلصنا أول محاضرة كده، أول جزء من الـ Induction 3 Phase Induction Motor. إن شاء الله هنكمل المرة الجاية، وعلى موعدنا إن شاء الله. الميعاد المبدئي بتاعنا الثابت هيبقى إن شاء الله 2 من كل أسبوع، وفي عندنا مقابلة المرة الجاية يوم الخميس، نحاول نبقى موجودين فيها إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله رجالة، وأتمنى يكون الفيديو وضح لكم الصورة شوية، وأنا معاكم إن شاء الله سواء على مايكروسوفت تيم أو الواتساب أو الإي ليرنينج بشكل عام، هتلاقيني موجود معاكم. بالتوفيق والسلام عليكم.